كروكاد الأسود. أيه هادشي اللي كنسمعوا ديما في الوقت ديال الحملات الانتخابية وما داش بزاف على آخر مرة واللي كانت في أواخر غشت وبداية شتنبر 2021. كان كل حزب تيدير الحملة ديالو باش يقنع الناس صوت ليه يوم الاقتراع اللي كان في 8 شتنبر واللي جمعت فيها السنة انتخابات شرعية الجماعية والجهوية. وفي نفس الوقت اللي كانت فيه الحملات الانتخابية كانوا ملاحظات وملاحظين من المجتمع المدني كيديروا التتبع الميداني للعملية الانتخابية من ما قبل الحملة حتى ما بعد يوم الاقتراع باش يشوفوا واش تحترمت القواعد الدستورية والقانونية ورصدوا الاختلالات اللي ممكن توقع. الهدف من هادشي هو إنجاز تقارير وتوصيات لتتقدم للرأي العام والسلطات المعنية. فكيفاش دازت عملية الملاحظة الأخيرة وشنو أهم الحوايج اللي بنت فيها والتوصيات اللي خرجت؟ أسئلة غادي يتفاعلوا معها شخصيات رسمية ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بموضوع هذه الحلقة. أنا حسن بن زلة وهذا بودكاست زوايا على بوابة جسور. اليوم الثاني من انتخابات وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت، وخلال تصريحه الصحفي حول النتائج الجزئية لانتخابات 8 شتنبر قدم معطيات على سير عملية الملاحظة وإحصائيات حول عدد الملاحظات والملاحظين اللي غطوا العملية الانتخابية. فيما يخص ملاحظة الانتخابات، عملت هذه الوزارة في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف. هذا وقد بلغ عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 5020 ملاحظا، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و568 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة، مما عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرسها صناديق الاقتراع. 2011 تم إقرار عملية الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات في الدستور، والقانون رقم 3011 هو اللي تحدد الكيفية والشروط ديالها، والإشراف عليها تتم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتقوم بها مجموعة من منظمات المجتمع المدني اللي عندها دور مهم وأساسي في سير العملية، وهي اللي قامت بتعبئات وتكوين العدد الأكبر من الملاحظات والملاحظين، كيف ما صرح مستشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال لقاء تقديم خلاصة ملاحظة انتخابات اللي انضموا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات نهار الخميس 31 مارس 2022 بمجلس المستشارين. إن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 شكلت حدثا مهما في مسار الملاحظة الانتخابية على أكثر من صعيد، فبالإضافة لكونها أصبحت مدسرة ومنظمة بموجب القانون رقم 1130 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فقد تم بمناسبة هذا الاستحقاق تعبئة أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية. إننا في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني نعتبر أن المجتمع المدني اليوم أضحى شريكا موثوقا لا غنى عنه إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة في إنجاح مختلف المحطات الديمقراطية ببلادنا، وفاعلا أساسياً في توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات. ضمن نجاح عملية الملاحظة الانتخابية تطلب تحضير قبلي وتكوين للملاحظات والملاحظين ودراسة للقوانين الانتخابية من طرف منظمات المجتمع المدني اللي غادي تقوم بهذه العملية، إضافة لتعبئة عدد كبير من الموارد البشرية باش تقدر تغطي العديد من المناطق وتكون التقارير والتوصيات ديالها عندها مصداقية. باش نعرفوا هذا الشيء اكثر استقبلنا في الاستوديو السي عبد الله مسداد عن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات. النسيج الجمعوي كان حاضر بقوه في هذه الاستحقاقات، لا من حيث الاعداد الجيد لإنجاز مهمة الملاحظة، الإعداد اللوجستيكي والإعداد التنظيمي والتعبئة إلى آخره. بالطبع المرجعية دياله هي ديال أنه الحماية، المرجعية الكونية ديال حقوق الإنسان، وخصوصا الاعتماد على المبادئ الأساسية اللي ضرورة التوفر ديالها من أجل أننا نقوله
ندير واحد الحكم على واحد الانتخابات راه مدى النزاهه ديالها ولا مدى الديمقراطيه ديالها. اذا الى جانب هذا الاعداد التنظيمي واللوجيستيكي والادوات ديال الملاحظه، الشق القانوني كان فيه واحد التطور مهم جدا، هو كان الاعتماد على يعني اقتحام ديال واحد المجال كان دائما صعيب الدخول ليه، هو المجال ديال الطعونات الانتخابيه، وتبع هذه العمليه ونجز بسببها دراسه. ايضا انه كان واحد الجديد في هذه العمليه ديال الملاحظه هو ديال استحضار القضيه ديال الشباب والمشاركه السياسيه، في سواء في الادوات العمل ولا سواء في المبادره ديال انجاز واحد الدراسه مع شريك حول المساله الانتخابيه والشباب. بالطبع الجانب التقليدي هو الدراسه ديال القوانين، والدراسه ديال القوانين اللي تتفضي واحد العدد ديال التوصيات، واحد العدد ديال الوقوف على واحد الاختلالات اللي كاينه في المنظومه ديال القوانين، واللي توجات برفع واحد المذكره لثلاثه الجهات اللي هما رئيس الحكومه والساده رئيس مجلس المستشارين ومجلس ديال البرلمان. اذا النسيج اشتغل على القوانين الانتخابيه في مجملها وعلى مدى ملائمتها للمعايير الدوليه، واللي هي بالاساس ضمان حق المشاركه من خلال المساواه في الترشيح والتصويت، دوريه ونزاهه العمليه الانتخابيه، الحريه في الاختيار، الشفافيه وضمان المساءله الى اخره. والحملة الانتخابية اللي بدأت نهار الخميس 26 غشت وسالت نهار 3-7 شتنبر 2021 اعتمدت أساليب وطرق جديدة للتسويق للمرشحين والمرشحات وللوعود اللي تقدموها باش الناس تصوت عليهم. الحملات ما كانتش مركزة غير على الشعارات والجولات في الشارع ونشر الموسيقات، وصلت حتى لوسائل التواصل الاجتماعي، واللي تقدر تكون تتفرج في يوتيوب ولا كتسرف وسائل التواصل الاجتماعي حتى كيطلع لك اشهار في ممثلين وفنانين معروفين تيهضروا على شي حزب والمشاريع اللي مقرر يديرها الا انت صوتتي عليه وفاز في الانتخابات. غير هو هذا التسويق اقتصر على الدعوه للتصويت والوعود بالرفع من مناصب الشغل والاجور ولا تقديم مساعدات شهريه للاسر، الا ان هاد النقاشات بقات محدوده في هذا الشيء بلا ما توصل للنقاش ديال الحقوق والمناصفه والديمقراطيه، كيف ما تتاكد السيده خديجه الرباح عضو الجمعيه الديمقراطيه لنساء المغرب ملي اتصلنا بها عبر الهاتف. لاحظنا باننا في هذه الاستحقاقات الانتخابيه كان نقاش كبير جدا، كان نقاش كبير جدا حول العتبه، حول العدد الاحزاب السياسيه التي تقدم الانتخابات، وحول واحد العديد من الامور، لكن النقاش حول الانتخابات ظل طابع تقني، لم يرقى الى مستوى انه يكون عنده طبيعه ديمقراطية، بمعنى أن ما كانتش فرصة ديال الانتخابات لتحويل النقاش العمومي على أساس أننا بالفعل نحتاج إلى نشر قيم الديمقراطية داخل البلاد، نحتاج إلى رفع ونشر وتقاسم ثقافة المساواة والديمقراطية في البلاد، قدر ما أن هاجس جميع الأحزاب السياسية كان هو الوصول إلى السلطة على حساب واحد المجموعة من القيم والإيتيك المتعلق بكيف نجعل الفترة الانتخابية فرصة لنشر وتقاسم ويعني نشر الوعي فيما يخص القضايا الديمقراطية. النقطة الثالثة اللي هي أساسية ومهمة هو أن كذلك في فترة الحملة الانتخابية تبين بأن هناك مجهود على مستوى تنويع وسائل التسويق، وهناك من قام بحملات واسعة لنشر ثقافة حزبه والتسويق لبرنامجه الانتخابي، لكن لم نجعل من هذه المحطة فرصة كذلك للتسويق السياسي للنساء وللتسويق السياسي لمجموعة من القضايا اللي مرتبطة بحقوق الإنسان، الحقوق الإنسانية للنساء وكذلك للحريات الفردية، قدر ما أن كنا نجد بأن هذه القضايا حاضرة بشكل أو بآخر ثانوي وباهت، ولم تحظى ولم تكن حاضرة بشكل مكثف في النقاش السياسي. هذه الملاحظات انعكست بشكل سلبي على حضور النساء وقضية المناصفة في المجالس المنتخبة،
لا على المستوى الوطني ولا الجهوي ولا المحلي، وخصوصا في مناصب المسؤولية في هذه المجالس والمؤسسات، كيف تزيد توضح السيدة خديجة الرباع. المناصفة واللي هو كان أحد القضايا الجوهرية التي تم التنسيق عليها في الدستور وأصبحت اليوم مبدأ دستورية، كانت قضية المناصفة يعني غائبة في على مستوى ترشيحات النساء، وكذلك على مستوى تمثيليتهن داخل المجالس المنتخبة، وكذلك في تولي مناصب المسؤولية في الولايات التنفيذية أي في المراكز التنفيذية داخل الجماعات الترابية وكذلك داخل مؤسسات البرلمان. بمعنى آخر أن المساواة ما كان أن التدابير يعني أن التدابير المنتهجة والمعتمدة بالنسبة للقوانين الانتخابية خلت عندنا فرصة على أساس أننا لم يعني نتقدم كثيرا فيما يخص إعمال المساواة. والملاحظ هي النتائج هو أننا انتقلنا من 21% داخل البرلمان إلى 24.26 فقط، انتقلنا من 20% داخل الجماعات إلى 26% فاصلة شي حاجة على مستوى الجماعات. طبعا هناك تقدم على مستوى مجالس العمالات والأقاليم وصلنا إلى 35%، وهناك تقدم على مستوى الجهات. على مستوى البرلمان كذلك ليس هناك تقدم، لأن كان من المفروض كان من المفترض أننا نصل إلى المناصفة أو على الأقل بالنسبة لهذا الظرف في هذه المرحلة نصل إلى الثلث. قد أخلفنا الموعد وكان بالإمكان أننا نتقدم بسرعة فيما يخص إعمال المساواة من أجل الحصول على تمكين حقيقي للنساء. تخطي هذه الإشكالات سواء على مستوى القوانين الانتخابية أو على مستوى الحضور والتواجد في مراكز القرار والمؤسسات المنتخبة تخلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة المستقلة للانتخابات تقدم العديد من التوصيات. فشنو هي التوصيات اللي طرحها النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات؟ سؤال وجناح حتى هو السي عبد الله مسداد. دائما من التوصيات الأساسية اللي كانت ديال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هو الإشراك ديال الجمعيات، يعني كيكون هاد التوصية وكيكون عاوتاني النقد أنه تميز هذا المسلسل بعدم إشراك هذا، والإشراك دياله هو انخراط ديال الجمعيات خصوصا الجمعيات الحقوقية والجمعيات اللي مهتمة بالشأن الانتخابي في إعداد القوانين وفي خلق واحد النقاش مجتمعي عام حول المبادرات اللي فيها واحد التعديلات ولا تغييرات في القوانين. الشيء اللي ما كيحصلش كنسجلوه في كل استحقاق، كنسجلوه حنا هاد الملاحظة وكنسجلوه بالمسألة الثانية التوصية في مستقبلا خاص اعتماد هاد الآلية. الجرات التقليدية اللي كان تتكون مداولات مع الأحزاب السياسية المشاركة في العمليات الانتخابية، ولكن دائما كان هاد الإبعاد ديال الجمعيات المجتمع المدني من المشاركة وإدلاء بالآراء ديالها في القوانين اللي كتحدث ولا التغييرات اللي غادي تحدث. النسيج الجمعوي في المذكرة الترافعية اللي دار فيها بالإضافة لقضية الإشراك العديد من النقاط بحال شكون خاص يكون في الإشراف على الانتخابات، تقسيم انتخابي، الولوج للإعلام، مراجعة اللوائح الانتخابية، نقاط اللي غادي يزيد يحدثنا عليها دائما سي عبد الله مسداد. المذكرة الترافعية واحد تتويج العملية ديال الملاحظة، العملية ديال الدراسات اللي دارت سواء المرتبطة بالترسانة القانونية وخصوصا الجديد فيها هو المسألة ديال الطعون الانتخابية، وفي هذا الإطار توجهت واحد المذكرة طبع الاستشراف المستقبل فيما يرتبط بالمسلسلات الانتخابية قادمة. المسألة الأولى دائما في مقدمة التوصيات في مقدمة المذكرة هو الإشراك ديالنا وإشراك ديال الجمعيات في إعداد القوانين، يعني اعتماد واحد المبدأ دستوري، واحد الحق دستوري اللي هو الديمقراطية التشاركية ولا هذا. كاين المسألة الثانية هي قضية كبرى، قضية ديال المسلسلات الانتخابية، قضية الإشراف. دائما كنأكدوا على ضرورة إسناد عملية إشراف وتدبير المسلسلات الانتخابية لواحد الهيئة مستقلة اللي جاري به العمل. هو دائما الإشراف هو تيكون ديال وزارة الداخلية. المسألة هي كانت من التوصيات الكبرى
ديال هذا. قضية ديال الأخرى اللي دائما طرح لنا واحد الإشكال هي ما يرتبط بالتقطيع الانتخابي، تقسيم ديال الدوائر الانتخابية، واللي خصها تعتمد على واحد المعايير إلى آخره. تهي أيضا ضمنها في التوصيات الأساسية ديالنا. القضية الكبرى الأخرى كتعلق باللوائح الانتخابية، يعني ذاك المراجعات وكا. نحن دائما كنا ننادي بواحد المراجعة جذرية وشاملة للوائح الانتخابية. وأيضا في مسألة ديال الطعون، إعطاء مجالات أوسع لا من ناحية الآجال قانونية ديال الإنجاز، وأيضا تكون واحد المتابعة. والهدف من هذه الطعون الانتخابية هو فعلا إقرار الحقوق المنصوص عليها في المعايير الدولية ديال الجهات اللي تقدمت بواحد الطعون انتخابية. إذن هذه أهم المسائل كي تضاف لها واحد المطلب أساس مرتبط بالمهمة ديال النسج الانتخاب رأس الانتخابات، هو الملائمة ديال قانون الملاحظة مع الدستور. بالنسبة لهذه أهم المسائل اللي وزناها في هذه المذكرة. طبعا أيضا واحد في المذكرة قضية الوصول لوسائل الإعلام الجميع على قدم المساواة ودون تمييز بما فيهم الأحزاب المقاطعة العملية الانتخابية. وهذه المسألة ديال الولوج لوسائل الإعلام بشكل عادل وبشكل متساوي لكل المتنافسين في المسلسل الانتخابي واحد ضاب واحد الاهتمام كبير، وكان تنجز فيه واحد العملية ديال ملاحظة خاصة بالإعلام المسلسل الانتخابي والوقوف على مدى كاين العدالة في هذا المستوى. وديما في قضية الترافع على قوانين انتخابية ديمقراطية ومنصفة واللي تتضمن مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تلقات من الآن حملة وطنية سمتها صوت المساواة المناصفة حق خصو يتحقق. نتعرفوا عليها أكثر مع الأستاذة خديجة الرباح. الحملة اللي قمنا بها هي حملة اسمها صوت المساواة، هي حملة وطنية وترابية. صوت المساواة المناصفة حق خصو يتحقق بدأت من الآن، تعتمد على 4 استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الترافع، قوانين ضامنة للمناصفة، قوانين قائمة على المساواة، المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء عن طريق اعتماد آلية المناصفة، وعن طريق تبني كذلك ما يسمى بديمقراطية المناصفة. إذا المناصفة ليس فقط الولوج إلى المؤسسات المنتخبة، بل إلى الولوج إلى مختلف الوظائف والمهام التنفيذية داخل المؤسسات. هذا هو الأساس ديال الحملة اللي غادي نقوموا بها. هذه الحملة لا يمكن أن نقوم بحملة إذا لم نعمل على الجميع الحقيقي المعطيات، ومطالبة الدولة على أساس أنها توفر البيانات والمعطيات والمعلومات المصنفة حسب النوع. وهذه غدار فيها حملات متعددة، مراسلة الجميع المسؤولين والمسؤولات داخل القطاعات الحكومية من أجل أن اليوم يصبح الحق في المعلومة حق يمكن تفعيله من خلال توفير المعلومات المصنفة والبيانات حسب النوع الاجتماعي. هذا واحد. النقطة الثانية، إذا سنواصل هذا الشغل على استراتيجية الترافع من خلال كذلك تفويض أضواء حول تغيرات القوانين وحول التناقضات الواردة فيها من أجل مطلب إصلاح حقيقي للقوانين الانتخابية. المطلب الثالث هو التمكين السياسي للنساء، لكن هذا التمكين السياسي لن يتم فقط من خلال إصلاح القوانين. هذا التمكين السياسي يتم من خلال تقوية القدرات، إذا نشتغل على التمكين الفردي، يتم من خلال كذلك تعزيز ثقتهن في نفسهن من أجل مواكبتهن، من أجل إبراز صورة لمرأة تمارس لنساء يمارسن السياسة بشكل حقيقي. إذن هذه استراتيجية ديال الترافع مصحوبة باستراتيجية ديال تقوية القدرات والشغال على المعرفة وتطوير المعارف والكفايات الأساس لدى النساء. هناك كذلك استراتيجية متعلقة بالتشبيك
والجمعية هي بصدد تعزيز الجمعيات الفاعلة عن مستوى الترابي والفاعلة عن قرب من أجل جعل من قضايا التمكين السياسي أحد القضايا الأساسية والمركزية التي تشتغل عليها. وآخر استراتيجية التي سنشتغل عليها استراتيجية التواصل، ولعل إطلاقنا الحملة ديال صوت المساواة المناصفة حق يتحقق لهو أكبر دليل على أساس أننا نريد أن نتواصل من مختلف الفعاليات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو فعاليات مجتمع مدني أو إعلام أو جامعة، من أجل أن نعرف بأن اليوم ما أحوجنا إلى قوانين حقيقية ضامنة للمناصفة، ما أحوجنا إلى ترسانة تشريعية ما تمشيش بجوج ترجلين، ما غاداش بجوج ترجلين، غادا برجل وحدة، رجل وحدة، رجل حقوقية، رجل كتقوم على المساواة. لأن اليوم المساواة كيف ما قلت لك ما بقتش غير حق، بل أصبحت كذلك مطلب تنموي. عموما الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ما تتمش كيف سمعنا فقط غير الحملة الانتخابية ولا يوم الاقتراع، هي عملية ممتدة اللي فيها حتى الترافع على القوانين اللي ممكن تضمن مشاركة عادلة ومنصفة لجميع الفئات دون أي إقصاء ولا تجاهل، وأيضا باش الانتخابات تكون تحترم القيم والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتضمن النزاعة والشفافية ديالها، لأنه في نهاية المطاف إلا دازت الانتخابات بالطريقة اللي خصها تدوز بها غادي تعطي منتخبين ومنتخبات يكونوا في خدمة الصالح العام ويقدروا يرجعوا شوية ديال الثقة للمواطنات والمواطنين في العملية كاملة. إلى اللقاء.